ما دخلت بيك ولك لا ايش خدتيني ولك لا ولك ايه بدون يسهروا للساعة 4 لك لا ايك شرطان ولك لا ايك شرطان انت في ذلك من بعد بدون يسهر. تحمل والدة إيليا وأنطونيو اسكندر صورة السيد المسيح شاكية له همها وحسرتها لخسارة طفليها في حادث أليم كان مسرحه بركة زراعية في بلدة بتدعي حيث غرقا ليلا. ولك الغسيل اللي ميت وما راح حدا يلبسه ولك غسلت لهم اليوم ما راح حدا يلبس الغسيل. والدهما يسلم الحادثة إلى الإرادة الربانية متذكرا أيام طفليه الأخيرة. قبل بثلاث ايام اعترفوا عند الخوري وركع عجراي اعترفوا وشو ما قلت لهم يقولوا لي ايه بي مثل ما بدك تري الله بده اياهم. ما قالوا لي شرحوا على البركه ما رجعوا. ضليت للصبح قبروا بساحه هالكنيسه ناطر كل ما اجت سياره اقول حدا خطفهم وهلا ريدون. اخر شي عرفت انه بالمستشفى مدري شو وقالوا لي ما تخافوا عرفت انه ميتوا. قلت له يا يسوع ركعت قدامه قمت علي عازر ايمو انا بعد ما شفته اذا ما شئتك تقيمون ايمو. رحت شفتون لفينهم بالقميش ميتوا. ما بنعرف كيف هالفاجعة صارت كيف فاتوا على هالبركة لانه تبين الاثر انه موجودة هون وزاحطين وغرقوا شبان يعني هيدي فاجعة كبيرة حلت بها الضيعة وبها المنطقة. أهالي البلدة لم يستفيقوا بعد من هول الحادثة الأليمة فالشابان لطالما قصدا تلك البركة القريبة من منزلهما بهدف السباحة واللهو لكن هذه المرة قصداها ولم يعدا إلا جثتين هامدتين.